من حوالي أسبوعين ظهر فيديو على الإنترنت لواحد اسمه آدم سامثينج، والفيديو ده كان عن العاصمة الإدارية الجديدة. الفيديو بينتقد العاصمة وبينتقد كل حاجة فيها، وبيقول إنها مشروع فاشل وإن هو ما كانش له لازمة إنه يتعمل، وحاجات كتير جدا سلبية عن العاصمة. والفيديو ده عمل مشاهدات عالية جدا، تقريبا 1.25 مليون مشاهدة. وأول ما طلع طبعا الناس اللي هي اصلا مش عاجبها مشروع العاصمه ابتدت تنشر الفيديو ده على وسائل التواصل، وبالذات طبعا على الفيسبوك، وكمان برامج في قنوات فضائيه اتكلمت عن الفيديو ده وخدته على انه هو دليل على فشل العاصمه. ليه؟ لان صاحب القناه دي من وجهه نظرهم او طبقا لكلامهم ان هو مهندس امريكاني، وقناته دي مختصه في كل حاجه هندسيه. لما انا شفت الفيديو طبعا لقيت فيه كم رهيب من المعلومات المغلوطة، وحتى المكتوب عن الراجل ده غلط. الراجل ده ولا مهندس ولا أمريكاني، ولا القناة دي مختصة بأي حاجة هندسية. دي قناة بقالها سنة فيها 65 فيديو بس، بيتكلم في كذا واحد منهم عن المدن والعيوب اللي موجودة في بعض المدن، ومنهم دبي مثلا، وبيتكلم في حاجات في التكنولوجيا، بيتكلم في السياسة. القناة ملهاش دعوة خالص بقصة هندسة دي، والراجل ده مش أمريكاني، الراجل ده من جمهورية تشيك أو المعروفة سابقا بتشيكوسلوفاكيا. أنا دوري في الفيديو ده يقتصر على أني أصحح المعلومات الغلط اللي موجودة في الفيديو ده بالذات عن العاصمة، ورد على كل نقطة قالها بالأرقام مش برأيي الشخصي، علشان أنت تفهم الصح، واللي شاف الفيديو ده ما يسمعش الكلام اللي فيه ويصدقه خلاص، يعرف الحقيقة فين. خليك معايا في الفيديو ده علشان تعرف كل التفاصيل والرد المظبوط والواقعي على كل الادعاءات اللي اتقالت في الفيديو ده. انا اشرف علام، واهلا بيكم في المخبر العقاري. اهلا بيكم. ندخل في الموضوع على طول لان الفيديو ممكن يطول، لان هو اتكلم في نقاط كتيرة. اول حاجة اتكلم فيها، ودي اول حاجة تبين ان هو مش مهندس، هو قال عن النهر الاخضر ده ان النهر الاخضر طوله 2509 هكتار. الهكتار دي وحدة بنقيس بيها المساحة مش الطول. الطول بيتقاس بالكيلومتر او بالمتر او بالقدم، لكن فدان او هكتار دي وحدات بتحسب بيها المساحة. وقال ان هو 6 اضعاف مساحة السنترال بارك اللي موجودة في نيويورك، وانا اتكلمت عنها الفيديو اللي فات. هو طبعا مش 6 اضعاف المساحة ولا حاجة، هو مساحته 4,200,000 متر، والسنترال بارك مساحتها 3,400,000 متر. فهو قال ان المساحة 2509 هكتار. 2509 هكتار دي يعني حوالي 25 مليون متر. طبعا النهر الاخضر مش كده خالص، فدي اول حاجة غلط. طيب الحاجة التانية، قال طبعا ان المساحة دي هتستهلك كم من المية رهيب، كل ده تكلفة عالية جدا. ده انا برضو قلته في الفيديو اللي فات، ان المية اللي هتستخدم في العاصمة كلها في اي حاجة فيها ري بتبقى مية مكررة من الصرف الصحي، فدي كمان غلطة. الحاجة التالتة انه قال ليه نبني ابراج عالية طالما عندنا الصحراء واسعة، ما نبني افقي، ليه بنبني رأسي؟ الرأسي ده له مشاكل وبتحتاج حلول هندسية مكلفة وبتحتاج طاقة اكبر. طبعا انا اتكلمت عن موضوع الطاقة ده برضو في الفيديو اللي فات، ان في محطات في العاصمة الادارية تكفي طاقة للعاصمة لغاية لما تكتمل كل المراحل بتاعتها. الحاجة التانية بقى موضوع ارتفاع الابراج ده، طبعا موضوع الابراج العالية ده مهم جدا. هو اولا اتجاه عالمي بالذات في موضوع المكاتب، ان المكاتب تبقى في ابراج عالية معمولة من الازاز وبيدخلها الشمس والنور الطبيعي، ده بيغير المود بتاع الناس اللي بتشتغل. وكان في دراسة اتعملت عن الموضوع ده من فترة، ان الموظفين اللي بيشتغلوا في مكاتب ادوار عالية اكتر انتاجية من الناس اللي بتشتغل في الادوار المنخفضة، او بيحسن الحاله النفسيه للموظف. دي حقيقه، وانا اشتغلت في الابراج دي وعارف انها فعلا حقيقه. الحاجه الثانيه المهمه في الابراج، انك لما بتبقى عالي ما بتشوفش الشارع وبتبعد عن الدوشه، وعلشان ما بتشوفش الشارع من مسافه قريبه فما بتشوفش الحركه، لان الحركه دي تشغلك عن الشغل. فالمكاتب الاداريه مهم جدا يكون فيها ارتفاعات، يكون فيها ابراج، علشان في ناس كتير جدا وشركات بتفضل انها تيجي تشتغل في الاماكن دي. دي حاجة. الحاجة التانية هو قال ليه بنعمل أعلى حاجة وبنعمل أعلى علم ونعمل أكبر وزارة الدفاع، كل حاجة أكبر أكبر، وليه لأ؟ الرد بتاعي ليه لأ؟ لو ما كانتش مصر اللي هي أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان ومن حيث أي حاجة تانية بقى،
واكبر بلد في حاجات كتير، مش ده موضوعنا. كلنا عارفين قيمة مصر في المنطقة العربية، فلو ما كانتش مصر يبقى عندها الكلام ده، مين اللي يبقى عندها؟ احنا متأخرين، احنا كان مفروض يكون عندنا الحاجات دي من عشرات السنين، احنا متأخرين جدا. فما فيش اي مشكلة ان احنا نبني زي ما احنا عايزين طالما عندنا مساحات. فده الرد على موضوع الابراج العالية. الحاجة التانية ان العاصمة الادارية دي شركة هدفة للربح، يعني بتبيع الاراضي علشان مستثمرين يبنوا فيها، والاراضي مش رخيصة، فالمستثمر طبيعي ان يعلي الادوار على قدر الامكان علشان يقدر يبيع اكتر، فده سبب كمان ان احنا نبني اعلى. طيب نشوف اللي بعده. هو قال حاجة طبعا تبين جهله تماما برضو ومصر وباللي بيحصل فيها، وما عندوش اي ارقام لاي حاجة. هو قال ان الاحياء السكنية اللي بتتبني في العاصمة هتبقى عاملة زي الاحياء بتاعت امريكا. امريكا مشهورة انها بتبني كوميونيتيز كده على اطراف المدن ومفيش مواصلات. امريكا كلها بتعتمد على العربيات، على ان الناس كلها عندها عربيات، ودي حقيقة. فهو قال ان وسيلة المواصلات او وسيلتين المواصلات الوحيدين في العاصمة هم القطر الكهربائي والمونوريل. وقال كمان ليه ما مديناش خط المترو بدل ما كنا نبني دول، ليه ما مديناش خط مترو؟ وطبعا اللي هو بيقوله ده كلام فارغ، لان المترو بس علشان حضرتك تبقى عارف تكلفة خط المترو بيتكلف كام، خط المترو التالت اللي هو طوله 17 كيلو متر اتكلف 100 مليار جنيه. 17 كيلو. القطر الكهربائي طوله 65 كيلو متر اتكلف 24 مليار جنيه. المونوريل اللي طوله 95 كيلو متر اتكلف 85 مليار جنيه. يعني بحسبة صغيرة كده لو كنا مدينا خط المترو من محطة عدل منصور بطول 65 كيلو متر زي القطر كده، كان هيكلفنا حوالي 400 مليار جنيه. احنا تقريبا بربع القيمة دي عملنا المونوريل وعملنا القطار الكهربائي. الحاجة الأهم، فلوس الحاجات دي جاية منين؟ فلوس الحاجات دي جاية من بيع الأراضي. بيع الأراضي في العاصمة في المرحلة الأولى يقترب من التريليون جنيه. في 2019 الحصيلة بتاعت الدولة في البيع كانت 300 مليار جنيه. النهاردة طبعا الأسعار اتغيرت تماما ولسه هتعلى. بيع الأراضي هيدخل لشركة العاصمة مش أقل من تريليون جنيه، فتقدر تصرف على كل المشاريع دي بدون أي مشاكل. الحاجة الأهم إن مش هم دول بس وسائل المواصلات الموجودة، في محطة حافلات بتتعمل في العاصمة ضخمة جدا، هيبقى فيها كل أنواع الأوتوبيسات اللي بتروح أي حتة. وهقول لك إحصائية سريعة، هيبقى فيه 108 حافلة داخلية تخدم داخل العاصمة بس علشان تروح كل أماكن العاصمة الداخلية، و464 حافلة لجميع ضواحي القاهرة، 205 حافلة إقليمية تجيبك من جميع أقاليم مصر للعاصمة. إذن في وسيلة ثالثة وأرخص كتير. لو كنا هنتكلم عن السعر الغالي بتاع القطار الكهربائي وبتاع المونوريل، لا، في أوتوبيسات، ودي طبعا ما ذكرهاش لأنه ما يعرفهاش. هو واضح جدا إن هو ما درسش ومحضرش كويس اللي هو بيقوله، وقال أي كلام كده من دماغه وخلاص. قال حاجة تانية غريبة جدا، إنك أنت علشان توصل لمبنى البرلمان من وسط البلد لازم تمشي 12 ساعة. هتحتاج إنك تمشي على رجلك 12 ساعة علشان توصل لمبنى البرلمان. وانا ايه اللي يوديني مبنى البرلمان اصلا ماشي؟ انا كمواطن اروح مبنى البرلمان ليه؟ واروحه ماشي ليه؟ واروحه من وسط البلد ليه؟ يعني مال ده بالموضوع؟ ده كلام فارغ، معرفش ايه اللي خلاه يحشره كده في النص. وقال حاجة تانية اهم بقى من ده كله، قال وانت ماشي ال 12 ساعة دول هتعدي على 20 نقطة تفتيش عسكرية. نقطة تفتيش عسكرية ايه؟ انا شخصيا ما بشوفش النقاط بتاعت الشرطة العسكرية دي اتلغت من زمان، ولو موجودة دي علشان توقف العربيات اللي تابعة للجيش أو الأشخاص المجندين اللي ماشيين علشان يتأكد إنه مش هربان، يتأكد إن مفيش حاجة بتتهرب، هي دي كان سبب وجودها. لكن حتى لو موجودة هي دي بتوقف مدنيين؟ أعدي على 20 نقطة عسكرية يعمل إيه يعني؟ هيوقفوني طول ما أنا ماشي يقولوا لي فين بطاقتك؟ ده كلام فارغ برضو يبين إن هو مش فاهم أي حاجة عن الموضوع. هو طلع شوية أخبار كده من على الإنترنت واستخدمها وخلاص. وكمان وصف المشروع انه ملوش جدوى وانه مشروع فاشل. ملوش جدوى ايه؟ ده احنا خلينا للصحراء قيمه، في ملايين من الناس اشتغلت خلال الاربع او الخمس سنين اللي فاتوا دول بسبب العاصمه، كان زمانهم قاعدين في البيوت. مش بس مهندسين وعمال، كل الصناعات المغذيه اشتغلت، وده طبعا بيدور العجله الاقتصاديه في البلد وبيعمل حاجات كتير جدا مش محتاج ان انا اتكلم عليها. طالما بيصرف على نفسه يبقى ليه الف جدوى. قال حاجه تانية ان هو قارن العاصمه بفشل دبي
قال العاصمة هتبقى فاشلة زي ما فشلت دبي. دبي ايه دي اللي فشلت؟ انا عايز اعرف. اللي بيخش لها ملايين السياح كل سنة، وبقت واحدة من اكبر الوجهات السياحية في العالم، ووجهات البيزنس ووجهات الشحن كل حاجة فيها شغالة، حتى العقارات من اكبر المدن اللي في العالم اللي الناس كلها بتشتري فيها، جميع جنسيات العالم موجودة فيها وبتشتري فيها. التصرفات اليومية بتاعة العقارات في مدينة دبي مش في الامارات يوميا مش اقل من 1 مليار درهم، يعني حوالي 400 مليار في السنة ويمكن اكتر، في مدينة يسكنها 3 مليون. فدبي ايه دي اللي فشلت؟ انت بس اللي مش فاهم وما عندكش ارقام وما انتش مذاكر كويس، وعملت الفيديو ده تقريبا كده وانت قاعد طلعت في دماغك قلت يلا اعمل فيديو. حاجة تانية اتكلم عنها وقال بدل الفلوس اللي صرفناها في العاصمة كنا حسنا القاهرة والعشوائيات اللي في القاهرة، وده برضو يبين جهله. هو في حد مش شايف التطور اللي حصل في القاهرة في الشوارع وفي العشوائيات وفي الحاجات دي كلها؟ مفيش دولة في العالم ما عندهاش أحياء فقيرة أو عشوائيات. وهقول لك إحصائية، ده مش كلامي، ده كلام البنك الدولي. البنك الدولي كان مطلع إحصائية في 2018 إن مصر في 2005 كان عندها 17% من تعداد السكان أحياء فقيرة وعشوائيات، وكان تعداد مصر ساعتها 75 مليون. إيه اللي حصل بقى في 2018؟ في 2018 النسبة دي وصلت لكام؟ النسبة دي وصلت ل 5%. 5% من تعداد السكان. 2018 تعداد سكان مصر كان 98 مليون، يعني أقل من 5 مليون. تعال بقى السعودية. السعودية واحدة من أغنى دول العالم. السعودية في 2005 كان عندها 18% من تعداد السكان بيسكنوا في أحياء فقيرة، وتعداد السكان وقتها كان أقل من 24 مليون. في 2018 وتعداد السعودية تقريبا وصل 33 مليون، بقت النسبة كام؟ بقت النسبة 16%، يعني اتحسنت بنسبة 10%. لكن احنا في مصر في نفس عدد السنين اتحسنت النسبة بحوالي 70%. فده بس مثال يوريك ان دول العالم كلها حتى الدول الغنية واقربهم لينا دولة عربية زينا عندها احياء فقيرة وعندها ناس فقيرة زينا بالظبط. التحسين بيحصل. اي مشروع في الدنيا الحكومة بتعمله او اي حكومة في العالم بتعمله لا يمكن يرضي الناس كلها، ولا يمكن يكون موجه برضو لكل طبقات الشعب، ده برضو طبيعي. العاصمة بتطلع فلوس للدولة وهتفضل تطلع، لأن كل الموضوع اللي بتفتح ده 40,000 فدان من 230,000 فدان بعد ما تم طبعا زيادة مساحتها، يعني احنا بنتكلم في 190,000 فدان لسه جايين هيتم بيعهم. هي في الآخر مصدر للدولة زي أي مصدر تاني، ضرائب أو غيره، تاخد الفلوس وتحسن بيها أي حاجة تانية هي شايفة إن ليها أولوية. هي دي كل النقاط اللي هو اتكلم فيها، حبيت بس أوضحها. أتمنى إن أنا أكون قدرت فعلا أرد عليها وأبينها بالحقائق وبالأرقام مش بس بمجرد الكلام. أتمنى طبعا تكونوا استفدتوا من الحلقة وإني ما كنتش طولت عليكم. وفي آخر الفيديو أفكرك ما تنساش اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك لو عجبك الفيديو طبعا، والاشتراك في قنوات التواصل بتاعتي كلها موجودة تحت الفيديو، والإيميل بتاعي كمان لو حبيت ترسلني لأي استشارة مجانية، وما تنساش تعمل شير لزمايلك علشان الكل يستفيد. وأشوفكم الفيديو الجاي.